معكم يا أصدقائي في سبوت أون المشاهير. أحدث ظهور للثنائي سوبورجو يازجي جوشكون وبوراك دينيز في فرنسا للترويج لمسلسل حكاية ليلى الذي هم أبطاله في معرض ميبكوم. وكانت إطلالة بوراك دينيز بسيطة وأنيقة باللون الأسود، وكذلك طلت سوبورجو يازجي بإطلالة بسيطة وأنيقة نالت إعجاب الجمهور، وهذه بعض الصور والفيديوهات لهم خلال وجودهم في المعرض اليوم. بالتناسق بين سوبورجو يازجي وبوراك دينيز، وهل تشاهدون مسلسل حكاية ليلى؟ وما رأيكم فيه؟ شاركوني آراءكم في التعليقات. إلى اللقاء بالفيديو القادم.